ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الجمعة 11 نوفمبر تشرين الثاني 2022. بالنسبة لك النهاردة يا اسد، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 يوليو ل 2 اغسطس، هتوازن كل امورك في الفترة دي. هيبدو ان كل جبال المشكلات والاضطرابات اليومية انها في طريقها تتلاشى. خليك حازم اكتر، حاول تستعيد رأيك في كل الحاجات المهمة، ولا ممكن تبتدي تعاني من انتكاسات دايمة ليك. هتوازن الأمور دي بعناية أكتر، هتفكر في كل الأهداف اللي انت حابب بجد تحققها ولا ممكن تتغاضى عنها. حتى لو عرفت تعمل كده هتنفذ كل ده، وهتلاقي النهاردة الحلول بقت أوضح وأسهل. بالنسبة لك النهاردة يا أسد، توقعات العشرية الثالثة مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس، انت النهاردة من غير حظ. هيبدو ان كل الحاجات اللي قدامك اللي انت بتعملها بتمشي بصورة كويسة. هيبقى عندك مشكلة بس في شوية في التركيز على المهمات الاساسية اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز نفسك، ما تخفضش رأسك في يأس. حتى لو قمت بافضل ما عندك هتوصل النهاردة على كتير من النجاحات المحدودة، الا انك لازم ما تتوقعش كتير من نفسك لما تبقى بتستعيد هدوءك مرة تانية. هتبقى النهاردة اكتر ثقة وهتتحسن كل الامور اللي عندك. بالنسبة لك النهاردة يا اسد، توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 اغسطس ل 22 اغسطس، هيبقى عندك توقعات كتيرة غير واقعية، لكن ما تصابش بخيبة امل كبيرة مع مجريات الامور في اليوم ده. على الرغم من كل خططك انت مش هتتمكن من انك تنجز كتير. هتقاوم رغبتك في انك تلوم الاشخاص اللي حواليك، حتى بالذات لو كانت الامور دي بتصير كلها ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية هتصيبك بخيبة امل كبيرة وواضحة. على اي حال ما تيأس، وحاول تستغل الفرص اللي بتبقى معروضة قدامك بدل من انك تنفذ كل حاجة دايما بالقوة. حاول تواجه حاجات بحاجة من التواضع.